وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل، أحييكم وأرحب بكم يا من تتابعون هذا البث الحي والمباشر من هنا من على أرضية الميدان الذكي مع انطلاقات ختامي المرموم لعام 2019، لننطلق في هذا اليوم الخاص بسن الإذاع وتحركات هذه الشعارات الشهيرة والكبيرة، شعارات أصحاب السمو الشيوخ المنطلقة والباحثة عن الفوز في هذا التنافس الشريف والكبير، لننطلق في شوط جديد يضم نخبة من الأسماء التاريخية، نخبة من الأسماء الكبيرة. ننطلق مع مقدمة شوط، شوطنا الرابع الخاص هناك بالإذاع القعدان المهجنات، لننطلق مع أول الأسماء ونندفع بالصدارة الحنيش على المركز الأول. شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، يتقدم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري منطلقا بانطلاقة وحضور الحنيش، النقلة والانتقال على المركز الثاني. لنتابع شعار هجن الرئاسة يتقدم وينطلق على المركز الثاني بحضور كبير من شاهين، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم بانطلاقة شاهين العملاق بحضوره وبحضور هذا الشعار العملاق. بينما نقلتنا على المركز الثالث أتابع انطلاقة ووصول من شاهين في هذه الأثناء ليتقدم بهذا الشعار الكبير والعريق، ينطلق بشعار هجن العاصفة وغياث الهلال يتقدم على المركز الثالث بانطلاقة وحضور شاهين على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع بنتابع وبقول انطلاقة السيف حضوره هنالك القادم وبكل قوة في هذه الأثناء، والحاضر مع هذا الانطلاق هملول شعار سمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي الغيلاني، هو من يتابع انطلاقة وحضور هملول على المركز الرابع. بينما اللي على المركز الخامس اللي بدأ يتقدم وبدأ يتحرك هنالك نجد شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، من يتابع هذا الشعار وانطلاقاته على مستوى خامس التحديات. بينما النقلة والانتقال على المركز السادس لأتابع شاهين الحاضر بشعاره العاصفي الكبير، بدأ يتقدم على المركز السادس، بدأ ينطلق غياث الهلال مقدما لنا امدادات شعارات هجن العاصفة بحضورها الكبير هناك. بينما نتابع السابع المنطلق على المركز السابع الحاضر بهذا الانطلاق المندفع بهذا المستوى، وصول على ما يبدو لي مدلل شعار سمو الشيخ أحمد بن محمد، فإن هناك انطلاقة وصول من لابج إذن في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي الغيلاني، أيضا من يتابع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الكبير، أسماء كبيرة قادمة شعارات خطيرة بدأت تتحرك وتقترب. الدور دور المركز الثامن القدوم من السيف بدأ يتحرك بشعار هجن الرئاسة بانطلاقات المجازف. الدور دور المركز التاسع وتابع ما يهاب القادم وبكل قوة بشعاره الرئاسي الكبير، أيضا يتقدم الظافر علي بن جميل الوهيبي خاطفا لناموس أشواط أول أشواط هذا الصباح. بينما ختام هذا النداء وتابع وصول شاهين وانطلاقه
مع شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. من يتقدم بهذا الانطلاق وبهذا الحضور وبهذا الشعار اللي له صولة وله جولة؟ ولكن يا إخواني عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى الانطلاق الأول، إلى التحدي الأول، ليبدأ بالنداء الثاني، ليرتب الأوراق، لينطلق بشعار هجر الرئاسة، ليتابع العملاق ماذا يقدم وماذا يفعل بحضور شاهين، بانطلاقة شاهين المنطلق على صدارة الشوط، المندفع على المركز الأول يتقدم وينطلق هناك بانطلاقة كبيرة. بينما دور المركز الثاني شاهين الحاضر بشعار هجن العاصفة المتقدم ويتواجد في عملية تضمير غيات. الهلالي المنطلق بشاهين على المركز الثاني هناك. بينما المركز الثالث أتابع الحنيش على المركز الثالث شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. أتابع شعار هجن الرئاسة بدأ يقترب، بدأ يقلص المسافات بانطلاقات المجازف محمد بن عتيق بن زيتون. الأمير القادم هناك بانطلاقة وبحضور السيف. المركز الرابع نجد شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي بدأ ينضم لكوكبة الأسماء والكوكبة الرباعية الحاضرة على المراكز الأمامية. اللي على المركز الخامس وصلكم شعار هجن العاصفة بدأ يتقدم هناك على المركز الخامس بانطلاقة شاهين هناك وغياث الهلال. يا هي تحركات، يا هي انطلاقات، يا حضور من الأسماء الكبيرة. أيضا شعار هجن العاصفة بدأ لنا بحضوره، بدأ بإمداداته مع غياث الهلالي وبن رشيد قادم مع شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. هنا السويدي يتقدم ولكن العودة من جديد إلى الانطلاق الأول، إلى الكيلومتر الأخير. دخلنا أجواء، بدأت الأمور تشتد، بدأ الصراع يشتد من أجل الفوز، من أجل الناموس الغالي في هذا الختام الغالي، في هذا المهرجان الغالي. وشاهين العاصفة على المركز الأول يتقدم وينطلق بهذا الأداء الكبير مع غياث الهلالي مع 800 متر الأخيرة. ينطلق بانطلاقه شاهين، بدأ بحضوره، السيف قادم، ونجد بدأ يعلن لنا التحدي الكبير. ولكن شاهين أيضا بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع بن رشيد. ولكن شاهين العاصفة انطلق على المركز الأول، اندفع بهذا المستوى، تقدم شاهين العاصفة مع غياث الهلال تخطف ناموس رابع الأشواط. إن لم يكن لبن رشيد كلام آخر مع شاهين، انطلاقة شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. من يتابع الانطلاق والاندفاع، ولكن العاصفة وهجنها تتقدم على المركز الأول، تخطف ناموس أول أشواط القعدان لذاع المهجنات. انطلق غيان الهلالي بهذا الانطلاق الكبير، بهذا المستوى المميز، بهذا الاندفاع. سلام شاهيني سلام لغيان الهلالي، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق الكبير. المركز الثاني شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الثالث شاهين بشعار هجن الرئاسة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز الرابع وصول السيف بشعار هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أو المركز الرابع وصول وانطلاق هملول بشعار هجن. اذا برد للتوقيت الزمني هناك ونرتب الاسماء من جديد. 9 دقائق 7 ثواني 6 أجزاء من الثانية لحظة وصول شاهين وانطلاقه بشعاره العاصفي الكبير، شعار هجن العاصفة مع
غياث الهلالي تهانينا والف مبروك. المركز الثاني 9 دقائق 9 ثواني جزء واحد من الثانيه، وصول شاهين وانطلاق بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سلطان بن رشيد السويدي من قدم لنا، بينما اللي على المركز الثالث شاهين هناك، نعم شاهين بشعار هجن الرياسة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي 9 دقائق 9 ثواني 3 أجزاء من الثانية. والمركز الرابع هناك وصول شعار هجن الرياسة مع الظافر علي بن جمي الوهيبي مع ما يهاب، واللي كان على المركز الخامس ايضا شعار هجن الرياسة السيف مع المجازف محمد بن عتيق وزيتون المهيري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.